السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم خوتي هو الأحداث العنف هذه اللي عت السيمة السوداء للكرة الجزائرية، ولا الآفة اللي صابت الكرة الجزائرية. احنا نعرفوا الحراك هذا الشعبي وحد الشعب الجزائري ولم الشمل الشعب الجزائري، ما كانش هذا كلمة شاوي ولا عربي ولا قبايلي ولا نايلي ولا منيش عارف ولا تارقي، كامل خاوة. لكن كاين ناس اللي تحب التفرقة نتاع الشعب الجزائري وحابة تكسر هذا الحراك. كيف تكسر هذا الحراك الشعبي هذا السلمي؟ تكسره بكرة القدم، تكسره بكرة القدم، وتكسره بأحداث العنف. مقرا مع سعيدة، خنشلة مروانة، سطيف بجاية، وغيرها وغيرها وغيرها. علاش؟ شافت الشعب الجزائري متوحد، حبت تدير التفرقة، تجيب لهذا حكم يعاونه ضد الفريق الآخر، وهي رايحة كما قلت لكم خوتي حبت تكسر الحراك. كاين الناس حابه تكسر الحراك هذا، باش تكسروا قلنا تكسروا بالمشاكل هذه، بالعنف في الملاعب، باش تبين باللي يا ولدي نتوما ماكمش تاع حراك، والشعب الجزائري شعب تاع عنف وشعب لا. الحمد لله رانا اكثر من شهر ونص من الحراك، يضرب بينا المثل، يضرب المثل بالشعب الجزائري، اوروبا كامله، امريكا، كل العالم يضرب المثل بالشعب الجزائري بالسلمية نتاعو. حابين يلطخوا ويكسروا هذه السلمية باش يكسروها بالأحداث العنف. أحداث العنف هذه اللي كما قلت أنا ما عندها على جال جلد منفوخ. الجزائري يضرب خوه الجزائري ويكسر له راسه، ولا اللي يجرحه، ولا يسيل الدم نتاعو، على واش؟ على جال جلد منفوخ. هما ولادهم في اوروبا، ولادهم في ديارهم يحوسوا، وانتم يا المناصرين الجزائريين تشري تيكي مانيش عارف بخمسين الف، الى تغديت ما تعشاش، ما عندكش باش تسلك حتى حق عشاك، وتروح تشري تيكي ودمك محروق. انت يا المناصر الجزائري تروح من الصباح تدير في لاشان باش تطيش لك بلاصه، وقعدوك في الكرسي، كان قعدت في الكرسي اصلا من 9 تاع الصباح ولا 10، والمارش على 4 ولا 5، احسب قداش، وزيد مع ما كان والو. كي نقول ما كان والو الناس تفهمني في الصباد، ما كان مرافق، ما كان والو، عشاكم اكرمكم الله حتى لطوالات ولا المراحيض ما هيش مراحيض اصلا، الماء ما كانش، ومن بعدها ما تشوف والو في الصباد كفرجة، ومن بعدها تتكمل عليك يا تشرح يا تجرح خوك. هذا وش يحوسوك. وهما كما قلت ونعاود، ولادهم في اوروبا زطشي، قولوا لولادو يروح يدخل الاستاد نتاع الاماتور، يا سيدي ما روحش الاماتور، يدور الاستاد كما راهم في البطوله الجزائريه. ولادو في اوروبا على بالوش بيكم، خلاص نفس الشيء، مدوار كامل بهلول كامل، ما يدخلوش من الملاعب هذه تاع العنف، السيارات الفخمة، تحواس متطفرة في من؟ متطفرة في الزوالي، متطفرة في الزوالي. يا المناصر الجزائري راه عندك والدين، عندك أم تحوس عليك وقلبها محروق عليك، إلي راك كبير عندك أولاد وعندك عائلة، خمم فيها. ما نروحش نخسر دراهمي ونخسر صحتي على جال جلد منفوخ، ما يستاهلش، وروح نضرب خويا جزائري، ولا نخلي خويا جزائري يضربني. قاطع، لازم تعد عندنا ثقافة نقاطعو، خلي له استاد فارغ الله يسهل عليه، ما على باليش بيه. نروح انا نقتل روحي، نخلي والديا محروقين قلبهم محروق عليا، ولا نخلي عائلتي من ورايا على جال جلد منفوخ. قلت لكم على بالهمش بكم، خلاص سيد ولده في اوروبا
ولوغر ولادهم يحوسوا والسيارات الفخمة والتحواس مطفرة في من مطفرة في الزوالي. إذن خوتي باش نكونوا صراحة مع بعضنا، يكفينا جلد منفوخ ويكفينا من هذا الجلد المنفوخ اللي راح يفرق ويشتت بين أبناء الوطن الواحد، راح يشتت بين هذا الشاوي والقبائلي وهذا العربي وهذا النايلي وهذا التارقي. حنا في السلف الحراك هذا عدنا إخوة ورجعت المودة والرحمة بين الشعب الجزائري، وكنا كل يد واحدة ونجحنا الحمد لله لحد الساعة رانا ناجحين. ما خلوش جلد منفوخ يكسرنا ولا يفرقنا ولا يشتتنا على جلد منفوخ نخسر بعضنا، على جلد منفوخ نخسر بعضنا ونضرب بعضنا ونكره بعضنا ونسيل الدم لبعضنا على جلد منفوخ. اذا هما راه مربحين، هما راهم ماهوش خاسرين، كي زطشي كي بهلول كي مدوار كامل رابحين ماهوش خاسرين. روح اجرح له ولده ولا اضرب له ولده دوك تشوف كيفاه يدير لك، اصلا ما يقعد لكش يا يكون يتقاس هو ولا واحد من العائلة نتاعو برك، يروح ويخليها لك يروح لاوروبا يعيش لباس بيه، وانت يا الا تغديت بالعشاء ما عندكش باش تشري عشاك، ما عندكش الا تغديت ما عندكش، روح نخسر 5000 ولا 100000 في السباط ونحرق دمي ونقعد محموس ونزيد نضرب ولا يضربوني نرجع دمي ممكن نموت، نخلي ورايا عائلة ولا نخلي يما وبابا محروقين قلبهم محروق عليا. علاه خليهم هما اللي قلبهم يتحرق، انا ما نخلي منهم، انا ما نكونش غبي، انا ما نكونش غبي، نكون افضل منهم نكون اذكى منهم. خليه زطشي يروح هو يتفرج في الصطاد، خلي مدوار ولادته يروح يتفرجوا في الصطاد، خلي زطشي ولادته يروحوا يتفرجوا في الصطاد، خلي وسمو بهلول وجماعته يروحوا ولادته يروحوا للصطاد. انا ما نروحش، انا ما نروحش باش نخسر درامي، ما كان والو كفرجه ما كانش، وزيد نروح نضرب ولا نضربوني، نضرب ولا يضربوني. علاه نضرب خويا جزائري ولا جزائري خويا يضربني؟ علاه خليهم هما يضربوا، ما على باليش بهم. علاه نديرو التفرقة هذه بين جماعة خنشلة ومع مروانة والكرة البغض لبعضاكم؟ علاه بين بجاية وسطيف الكرة والبغض؟ علاه بين سعيدة ومقرة؟ علاه علاش نشد منفوخ نضاربو ونتقاتلو؟ هاكا سيدي طلعت بريمير ديفيزيون، هاكا طلعت هم بعد واش عاد دير؟ ضامن تقعد في بريمير ديفيزيون يا سيدي، راك في من تقعد واش الفايدة كي راك تقعد في بريمير ديفيزيون؟ عاد جيب لنا الشامبيونز ليغ، واحد ما يقدر يجيب، واحد ما يقدر يجيب، نقولك صراحة الشامبيونز ليغ راهي هي فوق وحنا رانا لتحت خلاص، أحسن نادي في الجزائر راهو لتحت خلاص، ما يبانش قدام الشامبيونز ليغ. اللي رانا نقتلو بعضنا واش الفايدة؟ هاي واش الفايدة؟ هاك طلعت بريمير ديفيزيون واش الفايدة؟ واش الفايدة؟ كان على الاموال يدوها رؤساء الفرق واللاعبين، وانت الزوال واش عتدي معاه؟ واش يعطوك يا سيدي؟ معليش بليزير تشجع ولايتك ولا بلديه تاعك، هم بعد خلاص خسرت ماتش عادي نقطه ورجع الصفر. علاه هذه كل المشاكل هذه؟ علاه؟ انا قلت لكم وهما قول لهم هما اللي يروحوا للسطاد، خلوهم هما ولادهم يروحوا للسطاد، زدشي ولاده يروحوا للسطاد، مدوار ولاده يروحوا للسطاد، بهلول ولادو يروحوا للسطاد، خليهم هما اللي يعمروا السطاد، يروحوا عائلتهم ويدعوا عوائلهم ويروحوا يعمروا السطاد. احنا الشعب الجزائري لازم نكونوا اذكياء كيما رانا اذكياء في الحراك السلمي، نكونوا اذكياء في الحراك الرياضي. على فكره تاع الحراك الرياضي الجمعيه العامه نداء لكل جزائري شريف، حكموا ضميركم يا رؤساء الرابطات، حكموا ضميركم وما يغركمش المال والامتيازات، راه كل شيء زايد. عجبكم الشيء هذا؟ اسكو راضيين بالشيء هذا؟ بالجزائري وتخوه الجزائري؟ خدموا عقلكم، هذوما الناس راه ما يحبلبلهمش بكم. كي زطشي من جماعة العصابة، هذا من جماعة العصابة بهلول وزطشي ومدوار، هذو جاي ياخذوا صوالحهم برك، هذو جاي ياخذوا صوالحهم. عطيتكم العديد من الأدلة، زطشي جاي قدم مشروع طارد نقطة ورجع السطر، مش نزيد نفصل في الموضوع، هدرت فيه العديد من المرات. جاي يدير مشروع بارادو ويستفيد، كامل جاو يستفيدوا،
ما جاوش يخدموا الكره الجزائريه. اذا نداء موجه للرابطات واي جزائري شريف، يجب رحيل هذه المنظومه الفاسده، منظومة الكرويه الفاسده. نبداو بالرؤوس الكبيره زرشي مدوار وبهلول والجماعه تاع الفاف، من بعدها يكمل الموسم هذا ان شاء الله بسلامات، من بعدها يكون تغيير جذري لكل رؤساء النوادي. اللي قادر يقدم الاضافه للنادي تاعو يتفضل، اللي جاي باش ياكل الدراهم يريح بلاصتو ولا يحذف في قياس. فالاخير ختم ملاقاتنا مع مجموعه فيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.